يمر علينا إن شاء الله في يوم الجمعة القادم 28 من شهر صفر ذكرى رحيل خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، سيد المرسلين، أكمل الخلق، سيد البشر على الإطلاق، الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. منقذ البشرية، من له حق علينا جميعا في هدايتنا وفي إيماننا وفي إسلامنا وفي التزامنا وفي انقيادنا وفي سعادتنا، فحري بنا جميعا أن نحيي ذكراه بأفضل إحياء، بأحسن إحياء، على أحسن ما يكون إحياء، تعظيماً لذكره صلى الله عليه وآله، وتخليداً لمقامه صلوات الله وسلامه عليه، وأن نقتدي به ونتأسى به وننهج نهجه ونسلك سلوكه ونتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وآله، وأن نتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى، نتوسل بحق نبيه أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يهدينا وأن يعافينا وأن يرفع البلاء عنا. وعلينا أيضاً أن نبين سيرة هذا الرسول الأعظم، هذه السيرة العطرة، هذه السيرة الحسنة، هذه الأخلاق العالية الذي مدحه عليها الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم. أي عظمة هذه التي حازها رسول الله صلى الله عليه وآله بحيث بلغ القمة في كل شيء، بلغ القمة في كل كمال. يعني أي كمال ممكن متصور يمكن أن يحوزه ممكن إنسان قد وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك هو خاتم النبيين، يعني ختم المقامات كلها، ختمها، وصل إليها، بلغها، بلغ القمة. ولذلك علينا أن نتذكر رحمته صلى الله عليه وآله، وأن الله أرسله رحمة للعالمين. وإذا تذكرنا رحمته علينا أن يرحم بعضنا البعض الآخر، وأن يعطف بعضنا على البعض، وأن نتواصى بالحق، وأن نتواصى بالصبر. وهذه إن شاء الله وظيفة مشايخنا الأعزاء، يبينون فضل رسول الله وسيرة رسول الله العطرة، ووظيفة الخطباء الأعزاء إن شاء الله يشيدون بهذه الشخصية، فيربطون الناس ويجذبونهم نحو هذه الشخصية ونحو الاقتداء بها.